متجددة فاطمة الزهراء الرواحي عدم إعادة تشغيل مركز الردم التقني ببودرهم وغلق المفرغة العشوائية ببوليمات التي تشوه المنطقة منذ عدة سنوات. عبد الوهاب فتيس. لن يتم إعادة تشغيل مركز الردم التقني بسيدي بودرهم، هو ما قررته الوزيرة عند معاينة المركزين استوقفها مجموعة من سكان القرى المجاورة والذين عبروا عن الأضرار التي يشكلها على محيطه والمنطقة. بالنسبة لمركز التقني الردم التقني لبودرهم سيدي بودرهم لبلدية بجاية، واللي كان عرف احتجاج اليوم اللي تزامن وزيارتي لهذا